أهلا بكم متابعي القناة، نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. الموت يفجع الرئيس التونسي منذ قليل بهذا الخبر الصادم. كيف سعيد وعزى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. أجرى الرئيس التونسي كيف سعيد الأحد اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد المجيد تبون لتعزيته في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. ذكر بيان رئاس الجمهورية التونسية أن الرئيس السعيد أعرض خلال الاتصال عن تعزيل كافة الشعب الجزائري الشقيق، وحيث خلال الاتصال عبر الرئيس عن حزنه بخبر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. رحم الله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فحفظ الله الرئيس التونسي في السعيد. أهلا بكم متابعي القناة، نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.